بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بالأخ إبراهيم يحيى من السعودية من جيزان، عميل شركة المحيط. مرحبا بك في ماليزيا. الله يسعدك. في البداية، كيف تعرفت على شركة المحيط؟ والله تعرفت عن طريق واحد من أخوياي ومشيت الأمور الحمد لله. تقييمك لأداء شركة المحيط بداية من التراسل معهم بالواتساب؟ والله جدا ممتاز، بدون مجاملات، والله جدا ممتاز، والشباب كلهم فيهم خير وردودهم سريعة وما يقصرون أبدا، ما يقصرون. الاستقبال في المطار كل حاجة ما شاء الله، من بداية الرحلة إلى يومك هذا، أنا بعد بكرة مسافر، بس والله العظيم كاستقبال، كردود سريعة، كيعني خدمة، كفنادق، والله على مستوى، يعني بدون مجاملة، والله العظيم يفتح نفسي، ويعني من 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 قلب أقول هذا لجميع العملاء عندكم، إنه أي واحد يتعامل مع شركة المحيط للسياحة يطمن نفسه على طول، على طول يطمن نفسه من أول بداية، ما يكلم أي واحد منهم في الواتساب، خلاص يطمن بدون مجاملة، والله العظيم. الصعوبات التي واجهتها؟ والله صعوبة في المطار، وعشان العفوش وكم كيلو وذا يأخذون، يعني هنا في ضرائب، كل حاجة في ضرائب، يعني وهم بعيدا عن 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 يعني تعامل الشركة معنا، يعني كلها في الدولة نفسها، ضرائب حكومية وضرائب مدري ايش، فالواحد ينتبه من البداية. ده خفيف يعني 6% ضريبة. ولا كرحلة انا استمتعت جدا، استمتعت ومع المحيط للسياحة لا احد ياخذ اي هم ولا ياخذ اي توتر ابدا. كلمة اخيرة. والله انصح بالتعامل مع شركة المحيط للسياحة، جدا انصح، بإذن الله فيهم خير. الله يعافيك إن شاء الله. بإذن الله نشوفك مرة أخرى لدينا بإذن واحد فروع في حاليا سنغافورة، سريلانكا، أندونيسيا، عبر شركة المحيط إن شاء الله. يا أمان الله. الله يعافيك، توصل بالسلامة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.